مرحبا، في هذا الفيديو سوف نتعرف على الخطوات السبعة لاستكمال الدورة المحاسبية. الدورة المحاسبية هي مصطلح يستخدم لوصف العملية الجماعية لتسجيل المعاملات ومعالجتها من خلال النظام المحاسبي. إن الغرض من الدورة المحاسبية هو الوصول إلى المراحل النهائية من إقفال الحسابات وإصدار البيانات المالية للشركة. هذه العملية هي دائمة، حيث يتم الانتهاء منها في نهاية الفترة المحاسبية ليعاد بدءها في بداية الفترة الجديدة، وتتوزع المراحل السبعة للدورة المحاسبية على النحو التالي. المعاملات: تبدأ الدورة المحاسبية بالمعاملات المالية، حيث يتم جمع البيانات وتحليلها من مصدر الوثائق، وتشمل هذه الوثائق أموراً من قبيل الفواتير والإيصالات ومستندات الحسابات المصرفية، أي البيانات والنصائح المصرفية وغيرها التي تظهر المعاملات والأحداث المتعلقة بالشركة. ويمكن لهذه المعاملات أن تكون عبارة عن بيع السلع أو خدمات أو مدفوعات للموردين والموظفين أو قروض أو شراء أصول أو بيعها أو حتى حقن رأس المال أو إخراجه من الشركة. دفتر اليومية: يتم تسجيل المعاملات في الدفاتر المناسبة المتعلقة بالمعاملات على أساس الترتيب الزمني، كما يتم إعادة ترتيب معاملات البيع في دفتر يومية المبيعات ومعاملات شراء الأسهم في دفتر يومية المشتريات والمعاملات النقدية في دفتر يومية المدفوعات النقدية أو الإيصالات النقدية، في حين يستخدم نموذج دفتر اليومية لجميع المعاملات الأخرى التي لا يتم تسجيلها في أي من الدفاتر التي سبق وذكرناها، مثل إجراء تعديلات على الحسابات. النشر: دفتر الحسابات: يتم نشر المعاملات على الدفاتر المحاسبية المتعلقة بها، حيث تشكل هذه الحسابات جزءاً من دفتر الحسابات العام، وكل معاملة تؤثر على حسابين مدين ودائن، وذلك حسب الصفقة الفعلية. ميزان المراجعة: عند انتهاء الفترة المحاسبية الخاصة بك ستحتاج إلى إعداد تقرير ميزان المراجعة والتأكد من أن جميع الحسابات المدينة تساوي جميع الحسابات الدائنة، ومن ميزان المراجعة ستكون قادراً على رؤية التوازنات الحالية لجميع حساباتك. قيود التسوية: يتم إجراء التسويات للسجلات المحاسبية للشركة وفقاً لأساس الاستحقاق، ويتم معالجة ادخالات الدفع المسبق والاستحقاق للإيرادات والنفقات ذات الصلة والمصروفات المستحقة والمصروفات المقدمة، وذلك قبل إعداد القوائم المالية وتبعاً لمفهوم الاستحقاق المحاسبي. إغلاق الحسابات وتقييم الأسهم: سوف تحتاج الكيانات التجارية لإجراء تدقيق في المخزون المادي للتأكد من أن دفاترها تعكس موقف المخزون الفعلي، فإذا ظهر أي تفاوت ما سوف تحتاج إلى تعديل الدفاتر قبل إغلاق الحسابات. ويتم إقفال كافة حسابات الإيرادات والمصروفات في حساب ملخص الدخل عندما تثبت دقة هذه الدفاتر، والنتيجة الصافية من ملخص الدخل ستساوي صافي الربح أو الخسارة التي تكبدتها الشركة خلال هذه الفترة، حيث يتم تحويله إلى حساب الأرباح المحتجزة. البيانات المالية: بعد الانتهاء من دفاتر المحاسبة يتم إصدار البيانات المالية وتوزيعها على المدراء الداخلين، وتشمل هذه البيانات بيان الدخل والميزانية العمومية، وبناء على حجم إدارة الحسابات وهيكلتها قد يكون لديك شخص واحد فقط أو عدد أكبر من الأشخاص الذين يشاركون في الدورة المحاسبية. لذا تأكد من أن يقوم المحاسبون الخبراء باستكمال الدورة المحاسبية باهتمام، بحيث تكون النتيجة النهائية البيانات المالية هي انعكاس حقيقي لأداء شركتك المالي.